نعم، الجديد بأن الغارات الإسرائيلية يعني لم تتوقف هنا وسط قطاع غزة. قبل دقائق من الآن كان هناك غارة إسرائيلية على أرض زراعية في محيط ما يعرف بترانس البابا إلى الشمال من مدينة دير البلح. هذه المنطقة هي منطقة واقعة ما بين منطقة الزوايدة ومنطقة دير البلح وسط قطاع غزة. قبل قليل التقيت بأحد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وقال بأن الطاقم وسيارتهم قد نجوا بإعجوبة بفعل هذا القصف الإسرائيلي المباشر الذي استهدف أرض زراعية مجاورة للطريق الرئيسي الذي تمر من خلاله سيارات الإسعاف ويمر كذلك المارة والمواطنين، وهي بطبيعة الحال منطقة سكنية، لكن الاحتلال عبر الطائرات الحربية استهدف هذه الأرض الزراعية ودمرها وكذلك دمر المنطقة المجاورة لها، إضافة للأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، لا سيما وأن المنطقة أيضا قريبة من يعني مركز لجوء داخل مبنى التقنية كما هو معروف. بطبيعة الحال المشهد هنا كارثي على صعيد الحالة الطبية التي يعني توجد داخل مجمع شهداء الأقصى بدير البلح، وكذلك الدعوات والاستغاثات التي لا تزال مستمرة من داخل غرف العمليات، غرف الطوارئ، إدارة هذه المستشفى بضرورة إدخال المستلزمات الطبية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الإفراج عن المستلزمات الطبية وكذلك الوقود الذي من المقرر أن يصل لقطاع غزة، لكن تعنت هذا الاحتلال الإسرائيلي من خلال إقفاله وإغلاقه لهذا المعبر يزيد من صعوبة التعامل مع هذه الحالات الطبية والمصابين وتكدس هذه الحالات بشكل عام داخل مجمع الشهداء الأقصى الذي استقبل منذ أمس ما يقارب 25 شهيدا وعشرات الإصابات في غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين وكذلك الأحياء السكنية. للتعقيب أكثر حول الواقع الطبي والحالة الطبية في مجمع شهداء الأقصى، المسؤول الإعلامي في مجمع شهداء الأقصى الأستاذ محمد الحاجاني. أستاذ محمد، حول الواقع الطبي، ماذا يدور الآن داخل أروقة مستشفى شهداء الأقصى ونحن في الشهر الثالث على التوالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال المشهد الصحي يزداد تعقيدا بشكل كبير جدا، والمشهد الإنساني كذلك في مستشفى شهداء الأقصى. كما تعلمون أن هذا المستشفى هو الحكومي الوحيد الذي يخدم في المنطقة الوسطى والذي يزداد عددها يوما بعد يوم بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. المشهد يزداد تعقيد بكل النواحي، نادينا مرارا وتكرارا بأننا نعاني من نقص شديد جدا في الأدوية والمستهلكات الطبية، أما اليوم فإننا نعاني من نقص شديد جدا في كل المستلزمات الطبية والإغاثية والإنسانية والماء والدواء والعلاج وفي كل شيء. هذا يزيد المشهد تعقيدا، يزيد المشهد تحديات فوق التحديات التي نعانيها، نزوح من مئات بل الآلاف إلى مستشفى شهداء الأقصى طلبا للأمان والماء والغذاء، لا نستطيع توفير هذا المطلوب من المستشفى. الطواقم الطبية في مستشفى الأقصى كادت أن تنهار، تقدم أقصى ما لديها من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمصابين، لكن الوضع كارثي بمعنى الكلمة. عشرات من الحالات متكدسة في قسم الطوارئ وكذلك في الساحات، لا نجد مكان يأوي هؤلاء الجرحى لتقديم الخدمة الصحية. نبذل قصارى جهدنا من أجل إنقاذ حياتهم، لكن الخدمة الصحية الموجودة ليس هي المطلوبة تماما. انتشار الأمراض والأوبئة في أواسط النازحين أيضا وكذلك التهابات الجروح وعدم إمكانياتنا البسيطة من إنقاذ حياتهم، هذا يشكل أيضا تحدي كبير. قطع الطرق بين المحافظات الشمال والجنوب والوسط يعيق بل يؤخر من إيصال المساعدات الإنسانية وكذلك العلاجية إلى مستشفى الأقصى. كل هذا ما زال أيضا الاحتلال الإسرائيلي بغاراته على المدنيين، لم يشبع بعد من دماء الأطفال والنساء حتى اللحظة. عشرات من الشهداء وعشرات من الجرحى يوميا يصل إلى كل مستشفيات القطاع وبالأخص إلى مستشفى شهداء الأقصى، هذا المستشفى المتواضع بإمكانياته والوحيد في المنطقة الوسطى. نعم، يعني أستاذ محمد، أسأل عن صراع أدمغة نتابعه ما بين الكوادر الطبية والمصابين، هي حالات مصابة لأول مرة بالحقيقة تصل بهذا الشكل. أتحدث لربما نجد أشلاء لمصاب من الأطراف السفلية وهو على قيد الحياة. على الجانب الآخر والسؤال الثاني من هذا السؤال نفسه كذلك،
ماذا كيف تتعامل مع الحالات المجهولة؟ يصل عدد من الشهداء مجهولين، أشلاء مجهولة لي يعني شهداء، كيف تتعامل كمستشفى شهداء الأقصى؟ وأن وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى عشرات فاقوا المئات أيضا من الإصابات المجهولين الهوية وكذلك من الشهداء، يتم رصده برقم في مستشفى شهداء الأقصى بالتوافق في لجنة مشكلة ما بين الداخلية وما بين وزارة الصحة، ويعطى هذا رقم والتوثيق بالتاريخ والوقت والمكان والزمان وكيف وصل إلى ومع من وصل إلى مستشفى الأقصى، وبعد ذلك عند التعرف عليه إن كان شهيد أو كان جريح يتم توثيقه وتعديل هذا الملف الصحي. كثير من الحالات تعاملنا معها مجهولة الهوية وفيما بعد تبين اسمه وعنوانه وتم تعديل هذا البيانات، لكننا أمام تحدي كبير في المفاضلة والذي تحدثنا عليها من بداية العدوان الإسرائيلي، المفاضلة بين الجرحى الموجودين وصعوبة الحالات الموجودة. ربما لا نستطيع نحن ولا أي وزارة صحة استقبال العدد الهائل من المصابين دفعة واحدة، المريض الواحد يحتاج إلى إجراء أكثر من 4-5 عمليات في آن واحد، ولكن قدرتنا غير قادرة على هذا العمل. لذلك طلبنا مرارا وتكرارا بفتح ممر آمن من أجل إجلاء الجرحى إلى جمهورية مصر العربية وإلى الدول العربية والإسلامية لتلقي العلاج، وكذلك استجلاب الوفود الطبية لدعم الطواقم الموجودة وعدم انهيار الطواقم الموجودة في مستشفيات غزة، وننتظر حتى اللحظة استجلاب المستشفيات الميدانية وكذلك الوفود الطبية المتخصصة. أخيرا في هذه النقطة، في ظل يعني استقبال الحالات، وقبل قليل كان هناك يعني نجاة لطاقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الاستهداف في منطقة الزويدة، كيف تتابع وكيف تقرأ حالة الصمود لدى الكوادر الطبية ونحن في الشهر الثالث على التوالي لم يعودوا لمنازلهم؟ في الحقيقة يعني كل قوانين العالم وكل قوى العالم لم تستطع حمايتنا في الأماكن التي يجب حمايتنا فيها ويجب أن تحافظ على الحياة، وهي الطواقم الطبية. منذ بداية العدوان وكأنه المنظومة الصحية مستهدفة بشكل كبير جدا، خرجت عشرات المستشفيات عن الخدمة وعشرات المراكز الصحية عن الخدمة، تم استهداف أكثر من 30-40 سيارة إسعاف وكذلك استشهاد أكثر من 200 من الطواقم الصحية. هذا شيء مبرمج وهذا شيء مخطط له، استهداف كل شيء يساعد ويساهم في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى في قطاع غزة. نتابع عن كثب في كل مستشفيات قطاع غزة يتم الاستهداف، لكن ما زلنا صامدين في مستشفياتنا نقدم الخدمة الصحية لجرحانا وأهلنا في كل المحافظات الفلسطينية. شكرا لك أستاذ محمد الحاج، المتحدث الإعلامي ومسؤول الإعلام في مجمع شهداء الأقصى. ليس الحالة هي فقط مستشفى شهداء الأقصى الحرب، هي على الكوادر الطبية في مجمع الشفاء في الأندونيسي في كمال عدوان، وليس بآخرها اعتقال الاحتلال للكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة واعتقال عدد منهم وإطلاق النار كذلك على الطواقم الطبية والطواقم الإسعافية. هي حرب ممنهجة مدروس لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المشافي، على الطواقم الطبية، على الصحفيين، والنتيجة عشرات الشهداء ما بين أطفال ونساء وكوادر طبية في حرب إبادة تقوم بها إسرائيل بحق أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة للشهر الثالث على التوالي. هذا من جانب، والجانب الأخير وهو الواقع السيء الذي يمر به النازحين داخل خيامهم وكذلك نقص المستلزمات والمعونات المقدمة لهم بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعدم إدخال المعونات. لكن العين وبصيص الأمل هناك عبر بوابة معبر رفح البري، حيث الجهود المصرية الكبيرة التي تبذل في سبيل إدخال الوقود اللازم وكذلك المعونات والمستلزمات من صندوق تحيا مصر من غزة إلى مصر. عودة لكم، شكرا لك.